نروح نتابع مع حضراتكم كده على المستوى الرياضي، ونروح شوية لملف التحكيم. ملف التحكيم طول الوقت صداع في رأس الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية والساحرة المستديرة بشكل عام. تعالوا نقترب شوية من المساعي اللي ياخدها كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام الحالي لإعداد بقى موسم خالي من الأخطاء التحكيمية، وأيضا يكون الجميع متفهم كل الجديد في القانون الجديد. نعرف التفاصيل من كابتن محمد صلاح عبد الفتاح المحاضر التحكيمي. كابتن صلاح، صباح الخير. صباح النور وصباح أهلا الخير بك، عليك وعلى مصر كلها. صباح الفل عليك يا كابتن. وبداية كده، المساعي اللي بيعملها دلوقتي كلاتنبرج ازاي شايفها؟ محاضرات مع المدربين، محاضرات للحكام، محاضرات للإعلاميين، عايزين نعرف ايه الخطوات دي يعني في رأيك. هو طبعا كان في معسكر اخير، وكان في اجتماع مع الاعلاميين امبارح. يمكن الاجتماع ده كان يعني في شويه اسئله دارت بينه وبين الناس، وكان في بس يمكن اهم الحاجات المهمه اللي حصل مع كلاتنبرج والحكام في المعسكر الاخير، في ختام المعسكر. دي كانت اهم اللقطات. يعني كلاتنبرج عمل حوار بينه وبين الحكام، دي كانت اول مره، بقى اول مره بعد انتهاء المعسكر. قال لهم احنا هنقعد بقى نتكلم مع بعض ونشوف ايه المشاكل اللي عندكم. اتفاجئ ان هو اول مره يسمع حاجات منهم ما كانش يعرفها، وقال لهم انا في ناس، الناس ما بتقوليش الكلام اللي انتوا بتقولوه ده. طبعا يعني المشاكل بتاعت الحكام ما بتوصلوش؟ لا، الحكام بقى قالتها له بشكل مباشر. فطبعا هو قال لهم جملة غريبة جدا، قال لهم انا اول مرة اسمع الكلام ده. اتفاجئ ان في مبالغ ضخمة، مستحقات متأخرة للحكام. يا اتفاجئ، ما خبر. كانش يعرف مش كانت لدرجة المشكلة حتى، دي خلصت من بدري يا كابتن؟ لا لسه موضوع ما خلصتش. المستحقات والتأمينات والكلام اللي احنا كنا بقالنا سنين بنقول عليه، والمعاش يطلع للحكم. لا للأسف لسه ما خلصتش. حتى هو قال أنا أول مرة أكون موجود في اتحاد في دوري يبدأ موسم جديد، والموسم اللي فات أو المنقضي ما يكونش تم سداد مستحقاته. طيب، دي جزئية. الجزئية يعني ان هو عايز يجتمع بالمديرين الكرة ويجتمع مع الخبراء التحكيم والناس اللي بتظهر في الفضائيات، سواء اعلاميين او اللي هم اللي بيحضروا كضيوف. الهدف منها ايه؟ هل هنا بقى اسكات النقد، ولا الهدف منها ان هو يعرفهم بالقوانين التحكيمية الجديدة؟ هو من اللي حصل من اللي دار، هو كان عايز يوصل لهم المفهوم بتاعه، او هو ازاي التعليمات وصلها للحكام عشان لما يشوفوا قرارات الحكام في الملعب يبقوا يكون عندهم متفهمين. درايه، يكون عندهم درايه باللي حصل. ولكن هقف بس عند حاجه حصلت امبارح في الاجتماع مع ايوه. الاعلاميين. كانت حاجه مهمه جدا. في الناقد الرياضي كان محمد سعيد ساله سؤال مهم جدا عن حكام الفار. فهو جاوبه وقال له انا ممكن استعين بحكام اجانب على تقنيه الفيديو. فدي ده تصريح مهم جدا، لازم اتحاد الكوره يكون عنده رد عليه. هل طب ازاي هو مش كيفيه كام قال الاستغلال؟ من 24 ساعة؟ برضو احنا قرينا التصريح ده على لسانه، ان هو لن يستعين بأي حكام أجانب، هو او ان قال هو كده، نفى التصريح ده اللي هو نسب ليه. هو قال كده نصا امبارح، ان انا بشتغل تحت يعني تعليمات اتحاد الكوره. والله اتحاد الكوره عايز اجانب، اوكي انا ما عنديش مشكله. مش عايز اجانب، انا برضو ما عنديش مشكله، هيشتغل في كلا الحالتين. لكن هو التصريح اللي قاله ده امبارح كان في الحوار اللي دار اثناء الاجتماع. فدي طبعا آلية استخدام حكام اجانب فقط على تقنية الفيديو، انا دي مش قادر. طب يا كابتن، مش انت واحد من الناس اللي اخدت الموضوع ده برضو واتدربوا على الفار وكده، فهل ده عدم اقتناع، ولا ده تفسيرك ليه ايه؟ لا هو انا دلوقتي خلاص، انا دلوقتي ما انا بحكمش، عارفة، انا خلاص بتكلم انا على انه الموضوع بقاله فترة مع حكامنا، اوكي. انا يعني اللي طبعا قاعد على جهاز الفار مش جديد. بالظبط، لكن النهارده كمان انا عشان اقول تصريح لاحد النقاد الرياضيين او احد الاعلاميين، ان انا اقول له ان انا هستخدم حكام اجانب فقط على تقنية الفيديو. طيب والاساس اصلا لحكام الملعب، طب هو فين التطوير هنا؟ انا يعني اللي هو بس التصريح او الاجابه عن السؤال كانت غريبه شويه. فطبعا هي طب تعتبر هل هو كان عنده مبرر قاله للزميل محمد سعيد؟ المبرر هو
استاذ محمد سعيد لما ساله بيقول له احنا تقييمنا في الايفاب في الفيديو، في تقنيه الفيديو في التقييم، احنا تقييمنا ضعيف جدا او يكاد يكون زيرو، ومشاكلنا كلها في الدوري الموسم اللي فات كانت من خلال تقنيه الفار. طب هو جاي يعمل ايه طالما الحكام احنا هنجيب لهم حكم اوروبي يقعد على الفار؟ بالظبط، هو ده المعنى المقصود من كلامي. فهو لما جاوبه الاجابه دي، هو كان محمد سعيد كان عاوز يقول له انت ازاي هتعالج المشكله؟ فقال له انا بحاول استخدم حكام اجانب على تقنيه الفيديو. فهنا طبعا كلمه التطوير ده، انا المفروض ان انا كلمه التطوير دي ان انا بدرب الحكام، باهلهم، بحسن مستواهم، بقلل الاخطاء في الملعب. كل ده الاجابه دي بالنسبه لنا كان ليها يعني لازم يكون ليها وقفه من اتحاد الكوره، وخصوصا ان اتحاد الكوره اعلن ان اي طاقم هيتم استخدامه لازم يكون قبلها ب 15 يوم ويتم السداد 50,000 دولار في الاتحاد. فالاجراءات يعني مهمه، فانا هستخدم الحكام على تقنيه الفيديو فقط. فده كان لازم تصريح لازم اتحاد الكوره يوضحه بعدين. دي حكم من الحاجات المهمه جدا اللي هننتظر، لان في تطورات كل يوم في ملف التحكيم خاصه في هذه الفتره. بشكرك كابتن محمد صلاح عبد الفتاح المحاضر التحكيمي، وهنتابع معاك كل جديد. توقف بس معاكم كده لمده دقيقه سريعا عن الكره الاوروبيه، بالتحديد عند الكره الانجليزيه. ليه؟ لانه عايز اتكلم على محمد صلاح شويه، لانه الفتره الاخيره طالوا العديد من النقد. امبارح بقى الموضوع بقى مختلف تماما، بقى محمد صلاح الطائر بعد ما كان قبلها بيومين بيتكلموا على انه محمد صلاح لازم يمشي من ليفربول، وانه الظاهره ابتدت او نجمه ابتدى يخفت، وان هو لازم يروح لنادي تاني او ان هو يبعد عن الدوري الانجليزي. هكذا كانت الاقاويل لحد ما احنا ابتدينا نشوف. يا ريت يا جماعه نعرض البانشيتات الموجوده معانا. مجرد بس محمد صلاح جاب هاتريك في وقت قياسي، والعالم كله ابتدى يتكلم على انه محمد صلاح الظاهرة عادت من جديد، وانه يورجن كلوب حتى ابتدى يتكلم في تصريحات إيجابية.